مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دنيا الفلك. للاتصال والتواصل ببرنامج دنيا الفلك سهلة برشا، الأرقام أسفل الشاشة أمامكم، وإلا بالصفحة الرسمية للأستاذ عمار الورتاني وهو لابس سورية حمراء. الآن باش نبدأ كالعادة أبراج هذا الأسبوع مع أستاذ عمار الورتاني. مرحبا بك سي عمار. تحية لكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق. إذا بداية ببرج الحمل أبراج هذا الأسبوع، نقول هذا الأسبوع يتراجع الحظ وحذاري من الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمة، فترة حساسة، فلهذا رد بالك من المشاكل اللي عندها علاقة بالعمل والمال. أما بالنسبة للمال نقول لك هدي أعصابك يا برج الحمل قبل ما تاخذ قرار مصيري، حاول راجع حساباتك وتخلص من العقد وابعد عن التأزم. بالنسبة للصحة تمتع بحالة صحية جيدة وحافظ عليها، لأنك ما تحافظش على صحتك تخسر الكثير والكثير يا برج الحمل. برج الحمل الثور. الثور هو معروف برج هائج وبرج قوي وبرج عنيد، وكذلك من الأبراج الهائلة. نقول له تفاوض بذكاء ويعود الحظ حليفك، وثم تغيير مفاجئ يدخل في حياتك عن طريق السفر أو الهجرة، تربح منه الكثير والكثير. العاطفة، سهل الأمور ولطف الأجواء خير من المشاكل والفتن والخلافات ونقص من التوتر والعصبية، لأنك برج الثور أنت ديما لاهي في روحك وحدك حد روحك، أما وقت الهيجان متاعك الصعيب وما تعديهاش وما ترشفهاش. حاول هدي أعصابك أحسن. بالنسبة للصحة تتعرض لأمراض موسمية نتيجة تقلب الظروف المناخية. الجوزاء، الجوزاء هو أسبوع واعد بالخير وتتحصل على نتائج إيجابية ومشجعة وتحقق إنجاز ناجح بإذن الله ومزدهر كذلك. أما ديما رد بالك من المكائد، لأن كل من هو يعيش على وجه الأرض عنده الأعداء كما عنده الأحباب. حل عينيك ورد بالك. شكرا لك للتذكير فقط سيدة نظرة الكرام. الاتصال والتواصل برنامجكم المفضل اللي تحبوه برشا دنيا الفلك، ما عليكم كان تتصلوا بالأرقام أسفل الشاشة أمامكم وبالصفحة الرسمية للأستاذ وعميد الفلكيين الأستاذ عمار الورتاني. نواصلوا في حظك هذا الأسبوع أستاذ. إذا برج السرطان، برج السرطان هو عنده أسبوع جيد. أنت وصلت لمحطة مهمة للتقدم، ومن الضروري تتحدى العراقيل وتتفتح البيبان قدامك، وعندك تغيير إيجابي وفي المهنة، في المهنة متاعك والمال. أما بالنسبة للعاطفة تتعرض إلى نزاعات عائلية وعاطفية، ما تفرضش وجهة النظر متاعك حتى ولو كنت أنت على حق، خلي غيرك يعطي كلمة معك. الصحة، رد بالك من الغضب والانفعال وتنهار أعصابك على نحو غير متوقع. الأسد، الأسد معروف، نقول له دخلت مرحلة صعبة ودقيقة ومخيبة للأمان، وعندك أيام شديدة الانفعال وبرشة أمور متناقضة، لكن في الآخر تستعيد صحتك وتعوض الخسائر اللي فاتت، وكيما يقولوه الجرح يبرى يا صبرا. العاطفة، أمورك العاطفية جيدة، تتصالح مع الشريك إذا كنت على خلاف وتتوافق معاه على مشاريع جديدة. الصحة، تقلبات الطقس حار وبرد أتأثر فيك، فلهذا خذ احتياطاتك ورد بالك من وعكة صحية. العذراء، العذراء أسبوع مميز ومليء بالأخبار الجيد،
والأجواء جميلة وتزهر الحياة المهنية ونجح عندك نجاحات متعددة، فلهذا اتحرك نحو أهدافك وما تقعدش تنظر إلى نصيبك حتى اللي يجيك لديك، من كد وجد ومن زرع حصد. حصد. بالنسبة للعاطفة، أنت على موعد مع الحبيب والمصالحة مهما تكون رغبتك، أنت سيد الموقف. الصحة، خفف من حدة الغضب يضر بسلامتك وصحتك، مش ديما تمر بسلام. شكرا لك أستاذ، الاتصال والتواصل برنامج دنيا الفلك سهلة برشا، ما عليكم كان تتصلوا بالأرقام اللي أمامكم أسفل الشاشة أو بالصفحة الرسمية الأستاذ والعميد والحكيم الروحاني الأستاذ عمر الورتيني وهو لابس سورية حمراء. نواصل أستاذ. يعني إذن برج الميزان، الحظ في طريقك وتجيك بشرى بالجديد والأحداث السعيدة بأنواعها اجتماعي ومهني، وربما يجيك صفر مفاجئ وانتصار مهني بانتظارك. العاطفة، تشتد أزمات الغيرة والتملك وتصبح حبيب المتملك، فلهذا نقول لك حذاري من الانزعاج والفراق. الصحة، خلي زملائك يقوموا بأعمالهم وارتاح. العقرب، أسبوع مهم، رد بالك من الغضب والتوتر في علاقتك الشخصية والمهنية، لأنك أنت تعاني من صعوبات على الصعيد المادي والمالي وتضيع عليك فرصة مهمة. خفف من أفكارك العصبية، الغش مش باهي لصالحك، على قد ما تهدى أعصابك يزيد جمالك وتزيد صحتك تتحسن أكثر. الصحة، شوف ظروفك الصحية للمقربين لك. القوس، الوقت مناسب لبدء مرحلة جديدة والأبواب مفتوحة، ما عليك كان تتسلح بالعزيمة. العاطفة، تسود الرومانسية وتعود المياه إلى مجراها الطبيعي. الصحة، ما تقيسش على نفسك حتى تتعدى حدود قدرتك على الاحتمال. شكرا لك أستاذ، للتذكير فقط سيدة نظرة الكرام، الاتصال والتواصل برنامج دنيا الفلك، ما عليكم كان تتصلوا بالأرقام اللي أسفل الشاشة الآن أمامكم أو بالصفحة الرسمية للأستاذ وعميد الفلكيين الحكيم الروحاني الأستاذ عمار الورتاني. نواصلوا أستاذ. برج الجدي، تتمتع بمعنويات عالية ومرحلة كلها متحركة على نحو واسع وكبير، يتابع الحظ معك. نشجعك يا برج الجدي الحنون، هذا أسبوع غني بوعوده ونتائج متنوعة. العاطفة، خفف من روعك وحاول تسيطر على الانفعالات، نظرتك إلى الأمور غير واضحة ومشوشة. الصحة، أنت معرض للشعور بالتعب والسبب هو العمل والحياة الاجتماعية اللي تعيشها منذ فترة. الدلو، أي. تتحرك بنبذ قوي وتقطف النجاحات على كل المستويات وتنجح أفكارك وتتلقى عرض مفرح وتهتم بمشروع جديد في حياتك. البيبان كلها مفتوحة قدامك، ما عليك كان تختار الباب الأفضل. أما بالنسبة للعاطفة، علاقتك العاطفية الحالية في وضع مستقر وثم تحسن كبير وانجذاب واضح نحو الحبيب. الصحة، تقول ديما اللي أنت مش محتاج ممارسة الرياضة، لكن الأيام تثبت لك العكس، لأن الرياضة هي شفاء وهي الأساس في الحياة بالطبيعة ودواء. أما برج الحوت، حاول تقفل باب الخلافات، يزم الخلافات والصراعات وما تتركش أشكون يستفزك وحارب الفشل ومعاكسة القدر، وتوي صفحة الماضي وادخل في صفحة
طاهرة ونظيفة وجديدة. العاطفة تعيش أسبوع ممتاز ويحتل الحب المرتبة الأولى، هذه فرصتك لإنهاء فترة العزوبة والارتباط رسمي بمن تحب. أما الصحة، صداع وألام المعدة مصدر التوترات العصبية اللي تواجهك في المحيط العائلي. هذا بالنسبة للأبراج هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذ. الاتصال والتواصل مشاهدين الكرام، برنامج دنيا الفلك سهلة برشا، ما عليكم كان تتصلوا الآن بالأرقام اللي تشاهدوا فيهم أسفل الشاشة أو عبر الصفحة الرسمية الأستاذ وعميد الفلكيين الحكيم الروحاني الأستاذ عمار الورتاني. طبعا أستاذ عمار الورتاني، عندي سؤال ليك ممكن غريب شوية، أما ليه الحكماء الروحانيين الروحانيين بلغة أو الحكيم يقولوا بلغة الشارع العرافين فوالا اكزاكتومون العرافين، يقول لك تقل الخدمة في شهر سيدي رمضان يعني، وباقي باش نعاودوا نرجعوا للأساليب الأخرى، الشيطان مربوط ومش مربوط، ما فهمتش كان تفسر لنا أنت أكثر أستاذ. طيب، هو نحن في الدول العربية والإسلامية ربما يقولوا في رمضان مهنة الحكماء، لأن العراف هو حرام، لازمك تعرف من ذهب إلى عراف وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة ديما نعودها للناس اللي ما سمعوش. أنا شخصيا مانيش عراف، أنا حكيم روحاني، والحكيم مش محرم، بما فيها في سورة البقرة الآية 269 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا موجودة، الحكيم الزكى من الله، أما العراف والكاهن والمنجم والساحر والمشعوذ فهم من أهل النار. كلمة عرف حرام. أما لو كان يعرضنا مثلا شرطي بولي يستحي لرجال الأمن تحية لهم يستخدم، أحيانا ربما تقول حكيم يقول لك فانا كلينيك فانا سبيتار، بلغه اوضح قل له عرف مفهوم به بلغه لغه سلسه مفهومه باللغه الدارجه. يقول الناس في رمضان ما تخدمش المهنه نتاعنا، نحن انا نقول لهم نخدموا كالعاده كرمضان كي الفطار عادي. علاش؟ يقول لك الشياطين والجان مربوط. يا اخي كان جا عندي جان ما ينجم حتى حد يوقفني في الشارع، حتى حد من نجم يوصل باش يوقفني، ولا ربما يتغشش معي ولا يقول كلمه زايد، مش عنده جان، شبيك راهو الجان ما ثماش عنده جان. جان هذيك حاجه الهيه، ربي سبحانه وتعالى يسلسلهم يترفعوا ويتسلسلوا. اما نحن نخدموا بالقران، حتى هالمشعوذين والدجالين يدجلوا ايه ويشعوذوا ايه، اما ما يخدموش بالشيطان كما قال يقول قائل يخدموا بالشياطين. يا اخي سهل باش واحد ينزل شيطان يخدم به؟ انت ما تعرفش حتى شيء خلي مش تحكم في الشيطان ولا تنزل جان. الجان راهو قوي عليك، يدجلوا ويكذبوا ايه، اما ما يخدموش بالجان، ما ينجموش يخدموا به الجان. كان تقول الانسان بالله يعطيني الملوك القمريه قداش من ملك، ما يعرفش، يقول لك شنو هذا؟ قل له سمي للملوك العلويه، هما سبع ملوك، مذهب مرت برقان الاحمر شمهورش الابيض ميمون. قل له سمي الملوك السبعه السفليه اللي هما العلويه، ما يدروش حتى على شيء، ناس داخله في حال مكاك وبرا. المهم العمل هو كيما نخدمه في رمضان كيما نخدمه في الافطار. في الافطار في سبيل الله انت مش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يد الله قبل يدي، معناه يا رب يا رب يرى يدك قبل يدي. انت مش تقول يا رب بسم الله، تقول البر وبرك والسماء وسماءك والعباد وعبادك وانت على كل شيء قدير، وتبدا تخدم في القران شفاء ودواء للانسان مش تعطيه، ومالي ومال الشياطين. فماش هذه يخدموا بالجان، الجان حاجه ربانيه خلقهم كما خلقنا نحن، وقت يجي الوقت هذا المعروف يسلسلهم يطلعوا لا اكثر ولا اقل، اما احنا نخدموا كما العاده. هذا جاوبتك على سؤالك. شكرا لك أستاذ. سؤال في نفس السياق، أما زاد سؤال يتسألوا فيه برشا مواطنين في الحقيقة، وأنا بالبرنامج هذايا بالحق ضغوطات كبيرة حتى على الهاتف متاعي ولا أستاذ أي. حاجة مميزة جدا أستاذ، معناتها يقولوا يمشيوا العرافين أخرين
يقولوا لهم بلي يا حكايه الماء هذا يدوش بالماء ولا شنو معناتها شنو سيف ولا شتي معناتها اللي عنده روماتيزم يعطيهم دابوزه ماء فهمني يقول لهم دوشوا بالماء ولا شنية وعلى ثلاثة شهور معناتها صحيحه الحكايه موجوده ليه ثم ناس يمشوا يعطوهم الماء يقولوا لهم دوشوا ثلاثة أربع شهور حتى في الشتاء هذه عمرها ما كانت حكمه ماهيش حكمه هذه يعطوها الحكمه دي يعطوها الناس اللي هما جهلاء والجاهل هو الذي يجهل القراءه والكتابه ما يعرفش لا يقرا لا يكتب تجي هذا يا عمر ولا زيد باش يعطيه هو ما يقراش وما يكتبش هاي خمس لترات ماء ولا عشرة دبابز ولا ستيكة ماء ديما دوش به ديما دوش وهذه حكمة هي هذه دبوزة الدبابز تهز فيهم مسكرين انت انت تهز في الدبابز مسكرين ربي قال لك وهز ودوش أربع أشهر هذه مش موجودة منين جبتوا الحكمة هذه هاتي قدر عليك ربي تحفظ في ستة شهور احفظ الحمد لله والمعوذتين شد ستة شهور احفظ فيهم الحمد لله والمعوذتين و... وحتى سورة الملك ولا سورة اي حاجة تحفظ حتى خمسة ستة صور قدر عليك ربي باش تتنجم تخدم اما الماء دي ما دوش في الشتاء دي ما دوش في الشتاء لا هي حكمة ولا هي حتى شيء فهمت صحيح أستاذ صحيح ربي قال لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة القرآن صاحب الشفاء ايه هذا اما الماء دوش به هذا الناس تمرض في الشتاء تو تتنجم تدوش بالماء اربع اشهر كل يوم تدوش بي استاذ شكرا لك للتوضيحات بي احنا اليوم السبت طبعا ليله التشكل هي اليوم يعني غدوه ان شاء الله لحد رمضان او يوم الاثنين بالمناسبه هذه سعيده شنو تقول للمشاهدين استاذ بالنسبة إلى شهر رمضان تقصد على شهر رمضان مازالوا هو نهارين أي تحياتي لهم كل ما يهب النسيم على الورود ألف سلام والف تحية والف احترام ديما نعاودوها وقبلة مني من جبين كل كبير وصغير ونتمنى لهم رمضان شهر مفضل شهر مبروك إن شاء الله نعيشوا فيه كل بخير وسلامات وإن شاء الله نوصلوا زاد يبقينا ربي حتى إلى يوم العيد زاد نعيده فرحانين ومسرورين وإن شاء الله زاد نشوفوا بعضنا ونواصلوا في هذا البرنامج الشيخ دائما نواصلوا في الأسابيع القادمة برنامجنا هذا مش يقعد متواصل طبعا كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله في شهر رمضان كل يوم سبت مع العميد والحكيم الروحاني الاستاذ عمار الورتيني ان شاء الله في رمضان مع بعضنا الاستاذ باذن الله يحيينا الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك الاتصال والتواصل برنامج دنيا الف لك ما عليكم كان تتصلوا بالارقام اسفل الشاشه امامكم او بالصفحه الرسميه الاستاذ وعميد الفلكيين الحكيم الروحاني استاذ عمار الورتيني مباشره مشاهدينا الكرام نمشيو اسئله المواطنين عبد الكريم من الشقيقة ليبيا شقانا في المغرب العربي وبطبيعة ويشاهدوا فينا على تلفزة تي في بكثافة عبد الكريم حكاية غريبة عنده أستاذ عرس المرة الأولى ما نجحتش المرة الثانية ما نجحش المرة الثالثة ما نجحش المرة الرابعة نفس الحكاية باش يوصل مسكين للطلاق لأنه يقول ولا حياة في الدين عنده برود جنسي أستاذ معناها أربع مرات منجحش في حياته الزوجية صح هذا لا شك فيه أما حاجة بركة نحب نعرف مذهبي منين السيدة لي من ليبيا كان ينجم يقولنا وضعه باهي مش باهي شنو هو اللي قال لا 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 ما أكثر مما يسور الحال معناتها ماديا أكثر فوق عليه المتوسط فوق مادية المتوسط مادية يعني أموره العال العال صاحب شركة العال العال صاحب شركة المرأة لما تلوج على شريك حياتها
باش نبدو بوضوح المرأة الكبيرة في العمر كما يقول القائل اللي فات فات هالفوت الستين سنة تقول لك أنا أعطيني راجلي يدخل علي ويخرج باش ما نبقاش نكمل حياتي وحدي، ما عادش يتلوج على حد شيء، أعطيها المال. أما طفلة من 18 إلى 20 إلى 25 إلى 30 إلى 50 أعطيها فارس أحلامها. شو معناها فارس؟ أعطيها فيلا، أعطيها كرهبة، أعطيها كل شيء، ما عادش يملي عينها، أعطيها راجلها، راجل وقت اللي يقف قدامها في الطلب اللي هي حاجتها به تلقاه حاضر معه. الوقت ذاك خير لها من المال. أما اللي تكبر في العمر تقول لك أنا فات فوتي نعيش مستورة وكذا وكذا وفك علي من الحاجات أخرى، كبرت سي سي نورمال. كي تلقى الراجل ناقص في الضعف وما هوش منجم روحه تقول لك شبش نعمل به، سبحان الذي خلق هذا لهذا ما خلق هذا لهذا. المرأة في حاجة للراجل، ربي سبحانه وتعالى خلقك. كي تلقى الراجل ناقص في الأشياء هذه تقول لك أنا صغيرة يلزمني نعيش حياتي، اللي حاجتي به إذا كان ما ناخذوش من عنده هو مش نعمل به، بالطبيعة مش يقعد صورة قدامي هيفك عليا، يولي يطلقوه هو، تلقاه مسكين يبدأ قلبه على الجمر متأسف. أما حتى ولو يأسفهم، حتى ولو يبدأ طيب، حتى ولو يبدأ باهي، تقول لك ما عندي ما نعمل به. هذا بالنسبة للسيد أخونا من ليبيا. الأخ من شقيقة ليبيا معلي، كان تتصل بالأرقام اللي أسفل الشاشة الآن أمامك أو بالصفحة الرسمية للأستاذ عمر بورتيني، هو لابس سورية حمراء. السؤال الثاني جينا من نباها. نباها توا وصلت لعمر 38 سنة، بدأت توصل لعمر كبير شوية. تقول نباها اللي هي معناتها ارتبطت، عملت ستة ولا سبعة خطبات لحد الآن، توصل معهم تبقى معهم عام عام ونص، لكن في الأخر ترفض، كأنهم يتمنيكوا عليها حاسة أستاذ ولا فما سبب ما حبيش تعلل عليه لأن حاشمة هي، لكن تقول لك معناتها ما فماش مكتوب في الأخر، تحس لي فما شوية تمنيك عليها، يحبوا يتمنيكوا عليها ولا ما منيش عارف. هي تخطبت عديد المرار هكا ولا قداش مره حسب تقريبا؟ فما ما بين الخمسه وستة مرات. وهم يبطلوا ولا هي تبطل؟ المره الاخرى هو بطل، المره الاخيره هذه، لكن المرات اللي فاتوا هي اللي ما عندها رفض. صحيح، نقول احنا ستة مرات. اذا كان ستة مرات فيهم خمسه هي تبطل، يقول القائل علاش مرات تبطل خمسة مرات من أشخاص تقعد معهم؟ لو فرضنا هذا عام ونص، هذاك ثمانية شهر، هذاك عامين، هذاك سبعة شهر، ومن بعد تبطل. إذا كان بطلت ستة مرات امرأة مخالطة ياسر، ما يملي عينها شيء يا أخي، مش دي أنت مش تملي عينها بالطبيعة، حاجة معروفة. ستة من الناس هذو ما خطبوه، ما اللي ما خطبوهاش وعرفوه وتعرفت بهم، كل مرة تشرب مع قهوة مع واحد. شكرا لك أستاذ. السؤال الأخير هو مش سؤال في الحقيقة، هو شكر بالحق. سي مروان وانت تعرفه جيدا أستاذ، عنده 3 سنين ملي عرس، ما أنجبش للأسف، عنده مشكلة برود كذلك جنسي، لكن شكرك وقال لك برا يرحم والديك بالعبارة ذي أستاذ، أنه معناتها الآن مرته حامل، إن شاء الله بالبركة يا مروان، إن شاء الله بالبركة. إن شاء الله مبروك على كل من إله للشيء ذي، وإن شاء الله مبروك لكل مرأة يتعمر حجرها ويعطيها ربي ويفخك رشدها بالخير. أنت تعرف الأشياء ذي، كل مرأة تبقى تنتظر وقتاش ربي يعطيها هالخير والبركة هذه. وهذه من الناس اللي يعطيهم ربي الشيء هذا أو أي حاجة، الشكر ديما يرجع لله. انت تعرف يكذب عليك اللي يقول لك انا اعطيت، راه كل انسان يحط يديه في الخير وربي يكمل. الحمد لله وبالحق استاذ، والله يشكر فيك بطريقه غريبه وغريبه جدا. عندي صديقي في المانيا في فلسطين يذكر بالخير، دخل المستشفى على حاجه بسيطه زعما توفى. كل من يحط يديه في الخير في البركه وفي الخير راه رجوع لله، ربي اللي يعطي. الحكمة الأولى والأخيرة بيد ربي.
اي ولكنك استاذ ما بين قوسين انت منعته من الطلاق كما يقول هو كان شيء يطلق الراجل. نحن نحط يدينا والبقيه على الله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك استاذ. وصلنا الان لنهايه برنامج دنيا الفلك. الاتصال والتواصل كما قلت لكم الارقام اسفل الشاشه امامكم او بالاتصال عبر الصفحه الرسميه بالعميد الفلكيين والحكيم الروحاني الاستاذ عمار الورتاني وهو لابس سوريه حمراء. كلمه الختام كالعاده نوجهها للعميد الفلكيين الاستاذ عمار الورتاني. كلمه الختام تفضل استاذ. تحيه لكل من يتابع هذا البرنامج الشيق. آه وإن شاء الله نشوف بعضنا في ساعة طيبة في كل يوم سبت عن طريق الشاشة التلفزية في برنامجنا هذا. وإن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله تبدو ديما فرحانين وزهين ومسرورين وربي يطول في عمارنا وعماركم بالخير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. حين نلقاكم مشاهدينا الكرام ما بقى لي كم باش نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك باش نتقابل إن شاء الله معكم في شهر أو طيلة شهر رمضان المعظم. ما بقى لي كم باش نقول لكم إلى اللقاء وتصبحون على ألف ألف محبة.